مساء الخير اعزائي المشاهدين مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار مع الشواربي مع حلقه جديده من حلقات برنامجنا هنتكلم فيها على كل ما هو جديد على ارض مصر من اخبار اقتصاديه واستثماريه في الفتره الاخيره وكل ما يحدث من اخبار على ارض مصرنا الحبيبه. في البدايه عايزين نتكلم عن ست سنين من عمرنا وعمر مصر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. حاجات وصعاب كتير جدا كانت بتمر بيها مصر فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الكثير والكثير من التحديات أكبر تحدي ممكن يقابل رئيس جمهورية أو حاكم لدولة وهو أن يبقى فيه انفلات أمني جوه البلد البلد ما كانش فيها أمن كان فيه تفكك أمني وما فيش أي سيطرة على الأمور الداخلية داخل شوارع البلد داخل الطرق العامه والطرق اللي بتؤدي الانتقالات قعدنا فتره طويله جدا لحد ما سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي قدر هو والحكومه والقياده السياسيه بشكل عام السيطره على امن وامان مصرنا الحبيبه كان عندنا مشكله كبيره جدا تؤرق المصريين وهي الجماعات التكفيريه في سيناء و فضلوا فترة طويلة جدا برضو سيادة الرئيس مهتم جدا بالملف ده الكثير والكثير من أبناء الوطن الأعزاء فلذات أجباد المصريين اتوفوا في سيناء الحبيبة وفي الكثير من أراضي مصر إن كانوا من أبنائنا من زباط القوات المسلحة أو الجنود أو زباط الداخلية وجنوب الداخلية. كل ده عشان مصر تبقى بلد الامن والامان في ظل منطقه ملتهبه سياسيا وامنيا سواء كان ليبيا على حدودنا الغربيه سواء كان السودان على حدودنا الجنوبيه سواء كان حدودنا الشرقيه امر كان صعب جدا ان سياده الرئيس يعبر بده لبر الامان ويعبر بينا لبر الامان نرجع تاني ننام واحنا مطمنين ننزل الشوارع واحنا مش قلقانين على نفسنا ولا على اولادنا شكر كبير جدا ما يكفيش اللي سياده الرئيس قام بيه تجاه ملف الامني فقط، ده كان كفايه يقول لنا ان احنا في سنوات الامن والامان حاليا. الاهم من ده ان جنب ده البلد كانت مفككه اقتصاديا، خارجه من ثورتين الشعب اموره كلها متلخبطه، الدوله كلها بيعاد ترتيبها من اول وجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع حكومته ومع المصريين قرر ان هو يبني مصر جديده مش يبنيها على الورق لا يبنيها في الحقيقه وهو ده اللي احنا ما كناش واخدين عليه والكثير والكثير لو ما كانش بيساعد كان بيهاجم وبيقول لا ده مش هينفع يحصل ده في ازمات اقتصاديه في العالم انتوا منين هتعملوا مصر جديده؟ منين هتعملوا شبكه طرق وكباري جوه البلد؟ منين هتعملوا صرف صحي؟ منين هتعملوا مدن جديده مشروع قناه السويس الجديده الكثير والكثير قالوا في البدايه ده مش هيتعمل هتمولوه منين لكن سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي زرع جوه المصريين اعاده لانتمائهم لبلدهم ولحبهم لمصر من جديد حب المصر جديده احنا اللي نعملها من جديد بعرقنا تعبنا عشان تبقى لينا من بعده لينا ولولادنا ولولادهم من بعدنا كلنا كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ قرارات اقتصاديه قويه جدا بمسانده الشعب المصري تم تعديل الكثير والكثير من الامور الاقتصاديه. الناس كانت بتقول ده كلام وفي الاخر مش هيتحقق دي وعود وفي الاخر مش هتتعمل. لما سياده الرئيس قال انا مش هتكلم عن حاجه غير لما تبقى على ارض الواقع. في البدايه هنقول مشروع قناه السويس الجديده منجز على ارض مصر في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة مصر جديدة بعاصمة جديدة المرحلة الأولى في العاصمة الإدارية الجديدة أربعين ألف فدان لولا تأخر الأمور بسبب فيروس الكورونا والفترة اللي مرينا بيها الصحية الصعيبة اللي كانت على مصر والعالم كان تم نقل الحكومة لأن بالفعل النهاردة في العاصمة الإدارية مرآة لأكبر إنجاز وأكبر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي خده على أرض الواقع وهو تأسيس العاصمة الإدارية الجديدة المرحلة الأولى 40,000 فدان من 170,000 فدان تم الانتهاء زي ما هنبقى شايفين مع بعض على الشاشة أشكال اللي حاصلة حالياً على العاصمة الإدارية بنتكلم على مسجد الفتاح العليم تم الانتهاء منه بالفعل وتشغيله كاتدرائية مجلس النواب ومجلس الشيوخ فندق الماسه المقرات الاداريه متكامله للوزارات والهيئات الحكوميه الجزء الثاني كمان تم العمل فيه منطقه الاسكان الخاصه بالمشروعات القوميه ومنطقه الاسكان الخاصه بالمشروعات الاستثماريه احنا بنتكلم عن حلم بقى على ارض الواقع لما الناس جت من بره مستثمرين في البدايه وقالوا آه عرضوا عروض ان هم يساهموا في آه تطوير وانشاء العاصمه الاداريه الجديده سياده الرئيس رفض قال ان دي ارض مصر ومقاولينها وشبابها ومهندسينها اولى ان هم اللي يعملوا ده بايديهم اكبر الشركات العالميه شاركت في البنية التحتيه على راسهم شركه هانيويل الامريكيه وهي من اكبر الشركات اللي بتعمل شبكات تحتيه العاصمة معمولة على طراز حديث وجديد مرآة للحضارة على أرض مصر مدينة من مدن الجيل الرابع سمارت فيليج بكل ما تتخيله من أمور كل ده كان جديد علينا وعلى مصر العاصمة ما ننكرش كمان إنها استوعبت الكثير جدا من العمالة استوعبت الكثير جدا من منتجات المصانع الخاصة بالبناء الكثير جدا من الخبراء والمهندسين والاستشاريين ضمت حاجات كتير جدا فادت بيها المصريين فتحت مجالات عمل واستثمارات جديده وابتدت يبقى فيها كمان مقرات للسفارات الاجنبيه ابتدى يبقى فيها مقرات للشركات العالميه كل الناس بقت مهتمه النهارده انها ازاي يبقى لها مكان جوه عاصمه مصر الجديده جنب ده بنتكلم على 14 مدينه جديده منهم مدينة العالمين الجديدة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط ظاهرة حضارية على أرض مصر أبراج لأول مرة يتم إنشائها على سواحل البحر الأبيض المتوسط شكل حضاري جديد جدا مجموعات فنادق عالمية بتيجي وبتفتح ليها فروع للفنادق على ضفاف البحر الأبيض المتوسط جنب ده كمان عندنا مدينه سفنكس الجديده، العبور الجديده، المنصوره الجديده، وزي ما احنا شايفين كل حاجه بتكمل وبتكتمل وسياده الرئيس مصمم ان هو يكمل كل الخطوط اللي خططها واللي ابتديها. وشفنا و و ده برده في وقت الكورونا ان هو صمم ان المشروعات القوميه تستمر رغم رغم وجود فيروس الكورونا. استمرت امتداد شبكه الشرايين الجديده لمصر عشان ينبض فيها الحركه في ارض مصرنا الحبيبه شبكه كبيره جدا من الطرق الكباري بتشمل مصر كلها مصر كلها احيطت بمجموعه جديده من الطرق والكباري بالاضافه الى انشاء مجموعه من الانفاق توصل مصر بسيناء احنا ما كانش عندنا غير نفق الشهيد احمد حمدي وتم بالفعل انشاء مجموعه من الانفاق الجديده اللي بتعمل تواصل اكتر وبتسهل التواصل بين اجزاء مصر وبعضها طرق بتشمل مصر كلها من اول القاهره حتى اخر حدود مصر في الجنوب من الشمال حتى الغرب ومن الشمال حتى الشرق شفنا كتير وكتير كمان جنب ده شفنا اهتمام بالصناعه على ارض مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي قال يا جماعه احنا ما بنصنعش ليه؟ ايه مشاكل الصناعه عندكم؟ فقالوا ان في الكثير والكثير من المصانع المتعثره مديونه لبنوك عندها مشاكل تمويليه تم ايقافها بالكامل الرئيس قدم ملف للبنوك ان هم يقدموا تسهيلات للمصريين عشان يعيدوا تشغيل المصانع المتوقفه التنازل عن جزء كبير جدا من الفوائد البنكيه القديمه تيسيرات كثيرة جدا لمساعدة المصريين على إعادة تشغيل الكثير من المصانع اللي كان تم إيقافها بالفعل جنب ده كمان شفنا حاجة وظاهرة يمكن قامت عليها دول في العالم وهي الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وناقشنا ده على أرض الواقع في برنامجنا قابلنا أكتر من نائب في مجلس النواب واكثر من مسؤول عن المشروعات الصغيره والمتوسطه، مدى اهتمام الدوله بيها، مدن جديده للصناعه، مدينه الروبيكي لصناعه الجلود، مدينه دمياط للاساس، كل دي حاجات على ارض الواقع شفناها واحنا على شاشتنا ومن خلال برنامجنا اتكلمنا عنها وبالفعل لمسنا ده على ارض الواقع وشفنا الاهتمام بيها. تم اهتمام كمان بالزراعه الزراعه هي اساس لمصر الرئيس اقام شركه الريف المصري شركه الهدف منها هي استصلاح مناطق جديده استعاده للاراضي اللي تم تحويلها للاسف من اراضي زراعيه الى اراضي سكنيه في الريف القديم عملوا شركه الريف المصري الجديد الهدف منها استصلاح مليون ونص فدان وبالفعل ابتدت تؤتي ثمارها والكثير والكثير زي المزارع السمكية وغيرها وبالفعل بقى عندنا إنتاج من أراضينا ومن مزارعنا جديد أخذنا مراكز عالمية في تصدير الموالح للعالم للنخيل النهاردة صناعة وتجارة التمور في مصر معدة من المراكز العالمية والكثير من الأمور فإحنا في الآخر بنقول إحنا لازم نحط إيدنا في إيد بلدنا نقف صف واحد عشان نكمل المشوار اللي ابتديناه عشان نوصل في الاخر لبر الامان بمصر جديده كل ما فيها يسعدنا ويؤتي الخير لنا ولابنائنا من بعدنا وعشان نكمل في نفس الحوار اللي ابتدينا فيه النهارده فضلنا ان احنا يكون معانا سياده النائب خالد عبد العزيز وكيل لجنه الاسكان بمجلس النواب هو كان معانا الحلقه اللي قبل فاتت كنا بنتكلم على المصالحات في مخالفات المباني هنكمل الملف ده لكن في البداية هنتكلم معاه كشاهد على العصر هو عضو مجلس نواب تم تشريع الكثير والكثير من القرارات والقوانين في عصر هذا المجلس وهو كان مجلس محمل بالكثير من الأعباء وبالكثير من الأمور هيكون معانا بصفته شاهد على العصر وشاهد عيان وشريك في هذه القرارات ومن الوجهة الأخرى هنتكلم عن آخر ما توصل إليه ملف المصالحات في مخالفات المباني وعندنا مجموعه من الاخبار الجديده بخصوص هذا الملف هنقولها لسيادتكم كاخبار جديده النهارده على برنامجنا حوار واستثمار. مساء الخير يا سياده النائب. اهلا بحضرتك واهلا بالسادة المشاهدين. معلش انا بس اطلت عليك شويه في المقدمه بس هو الكلام ما يكفيش طبعا يعني اللي شفناه في الست سنين اللي فاتوا. بس حضرتك يعني يمكن قلت نهايه الحلم الجميل بالفعل مصر اتبنت من جديد ومشت بنت. وكل اللي حضرتك اتكلمت فيه دوت كان حدث بالفعل يعني احنا مش بنقول برزنتيشن قادم او ما سوف يكون في مصر خلال فتره او العشرين السنه القادمه ولكن انا يمكن عاوز انبه الشعب المصري كله بحاجه أنا كوكيل لجنة الإسكان وكشاهد عيان على ما حدث في مصر من خلال 2015 إن أنا بالأرقام وجدنا إن مصر بدون مخططات استراتيجية أو تفصيلية كما نشاهد هذه الأيام إن احنا في مصر لدينا أكتر من 226 مدينة على مستوى مصر كلهم فيهم مخالفات من 234 مدينة. وجدنا إن مصر من 2014، 2014 كان لديها الصرف الصحي لا يغطي إلا 13% من قرى مصر ومعظم المدن. إن احنا وجدنا 2014 2015 إن مصر ما فيهاش حاجة اسمها أو أي دولة في العالم ما فيهاش حاجة اسمها سكن بديل المناطق العشوائية والمناطق الخطرة. وجدناش ان مصر اتقسمت هذا التقسيم ان قسمنا المناطق عشوائيه لمناطق خطره خطوره داهمة مناطق غير مخططه مناطق غير صحيه مناطق غير ملكيه او ملكيه دوله او مباني على ملكيه دوله وجدنا ان مصر ما فيهاش طرق يعني حضرتك تيجي تعمل مشروع استثمار طب المستثمر هيجي ازاي وانت ما عندكش ازاي؟ طرق صحيحه طرق قويه طرق زي بره النهارده مصر ما كانش فيها يعني ممكن 3 4 مليار جنيه عشان نشتغل في الصرف الصحي النهارده ميزانيه 20 فيها 33 مليار و800 مليون جنيه للصرف الصحي المتسبب الصحيح. الاول والاخير في جميع الامراض اللي احنا بنشوفها سواء سرطان فشل كلوي. النهارده اما حضرتك بنقول ان الرئيس في ظل الظروف 2014 2015 والاشاعات المغرده اللي احنا لغايه دلوقتي البعض مننا بيصدقها ان مصر سوف يتم اعلان افلاسها 2014 2015 في هذا التوقيت يتعهد الرئيس الرئيس التاريخي بجد أنه سوف ياخذ بايد الناس الفقيره النهارده بيتعهد انه ما الشكل الغير حضاري اللي شفناه في مصر في امتداد المناطق العشوائيه من اول منطقه الصحابي في اسوان الى منطقه غيط العنب الى منطقه الريسات الى منطقه الطابيه في مرسى مطروح الى عشش محفوظ في المنيا كل المناطق العشوائيه يتعهد في هذا التوقيت الصعب وفي الظروف الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه وتربص المتربصين سواء جماعات ارهابيه او دول معرقه تعهدت ان توقع مصر ان تعمل في مصر فوضى في هذا التوقيت يتعهد القائد السيسي الرئيس ان ياخذ بيد الفقير ويبني مباني سكن بدين مش عشش او مش مخيمات للمناطق الخطره اللي هي الدرجه الاولى النهارده عملنا 240 الف وحده سكنيه اعتقد ان اغنى دوله في العالم ما تقدرش تعمل 10000 وحده سكنيه مجانيه بالظبط مجهزه النهارده الدوله المصريه في ظل هذه الظروف ظل هذه الحرب الكبيره سواء بالاشاعات او بال... بالسلاح او بالمؤامرات اللي بنشوفها من اكثر من الدوله تفرغت لتوقيع مصر او ترقيع مصر وده مش هيحدث ابدا لان ربنا ناصر مصر الى يوم الدين النهارده في ظل هذه الظروف الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه والحرب دي كلها الحمد لله رب العالمين قدرنا نعمل 240 الف وحده سكنيه مش في القاهره بس مش في مناطق عشوائيه في القاهره الخطوره الدامة او الغير مخططه لا ده من اول منطقه الصحابي في اسوان الى منطقه جنوب سيناء ما فيش منطقه في مصر النهارده بدات الدوله المصريه والقائد مش 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 و مش 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 جميل وحلم لا النهارده كل الكلام ده بيتم من خلال عمل لم نتعهده في اي رئيس في تاريخ مصر اللي هو الاكثر جهد والاكثر عمل واكثر اصرارا على النجاح ليه لأنه هو عنده ايمان قوي جدا بقدر مصر وقدرات اهلها ومواطنيها النهارده السلاحين دولك هو وايمانه بهذا ان هو وعنده إيمان قوي جدا إن مصر هتعدي، مصر مش هتبقى دولة عادية، مش دولة إقليمية كمان، مصر تتوجه إن هي تبقى دولة عظمى، ولكن مفيش بناء بدون عناء، مفيش نجاح بدون تمن، الشعب المصري ده الويل وأنا بقول لهم، ولكن في عهد الرئيس السيسي كان هناك محاربة كبيرة جدا للفساد، كانت محاربة كبيرة جدا بالعمل لبناء مصر وليس ترميم مصر. النهارده حضرتك هكلمك على حاجه مهمه جدا انا هتكلم في تخصصي كعضو لجنه اسكان وكيل لجنه الاسكان وعلى ما حدث النهارده مصر دائما كان الشعب المصري فقد الامل في الحكومات السابقه اي حد كان بيقدم في محافظته ما كانش بيحصل على الشقه الا بعد 20 سنه النهارده الدوله المصريه في ظل هذه الظروف وفي ست سنوات بتعمل 630 الف وحده سكنيه سكن شباب كل دي بمئات المليارات. طيب. النهارده الدوله المصريه ويتعهد الرئيس السيسي ان هو يغطي الصرف الصحي في مصر تصل الى 45% على مستوى مصر من اول اسكندريه لغايه برد اسوان مش في منطقه واحده يعني احنا النهارده المساواه في كل حاجه توازي في العمل في كل المحافظات في وقت واحد ده اعجاز وانجاز كبير. ما دوله زي مصر تتحول ان هي تبقى تبقى في ظل هذه الظروف برضه ان احنا في شهر واحد كنا خمسة وستة من عشرة لولا جائحة كورونا خمسة وستة من عشرة أعلى معدلات, أعلى تنمية في, في, مصر رغم الحرب الكبيرة الحرب الكبيرة إن عندنا ناس كتيرة بتتفرج ناس كتيرة جدا مش مصدقة ولكن اللي عاوز يعلم ما يحدث في مصر ينزل المدن هو مش 14 مدينة زي ما حضرتك قلت كمان ده هم النهاردة احنا ماشيين في 20 مدينة 20 مدينه على مستوى مصر اعلى معدلات يعني ما فيش مشروع بيحصل في مصر من ال ألف مشروع منذ تولي الرئيس السيسي إلا أنه مشروعات قومية وكبيرة ولا يضاهيها أي حد أي أي مشروع في العالم هتقول لي إزاي أنا كتخصصي رحنا الجبل الأصفر أكبر مشروع لتنقية المياه الصرف الصحي على مستوى العالم النهاردة منطقة بنبان في أسوان بتعمل أكبر محطة طاقة أشعة شمسية أو طاقة شمسية على مستوى العالم النهاردة بتعمل أعظم أنفاق عشان يبقى شرايين لتنمية سينا على مستوى العالم حدش بيعمل كده النهاردة الدولة ما بتعمل مشروع ما بتعملوش 50% 50-50 لأن النهاردة الدولة ما بتيجي تعمل مشروع قومي ده مشروع مستقبلي مش خدم حاليا وكمان مشروع مستدام حضرتك مستدام, مستدام ازاي النهاردة عندنا 1350 1300 وخمسين منطقه عشوائيه على مستوى مصر من في 226 مدينه. يعني احنا عندنا مناطق اكتر من 39% من الكتله العمرانيه في مصر ما بين مخالفه. ارث صعب جدا، زحف العشوائيات في كل مكان، الناس بتشتكي من الازدحام علشان كله متوجه للمناطق العشوائيه والمناطق الشعبيه عندنا النهارده ما فيش حل الا اللي خططه بالمخطط الاستراتيجيه اللي وضعها السيسي تمام احنا نتوسع في المدن الجديده النهارده بناخد معظم الناس ويتم نقل معظم الناس في المناطق الخطره الى مناطق ادميه في حياه لحياة كريمه بالفعل كل ما تحدث عليه الرئيس السيسي تم بالفعل بالزبط. احنا النهارده في هذا البرنامج المحترم بقول لحضرتك ابراهيم بيه احنا مش عايزين نتكلم ايه اللي هيحصل في مصر في المرحله القادمه كمشروعات احنا سوف نتحدث في هذا عن المشروعات التي تم بنائها في مصر بالزبط. مشروعات عظيمه نفتخر كمصريين ان احنا اللي بنينا الحضاره بجد. احنا بنبنى حضاره جديده ما حصلتش من آلاف السنين، مش هقول لك مئات السنين، يعني في ناس تقارن الرئيس السيسي ب محمد علي في 1823 عند اكتمال بناء الدولة المصرية من 200 سنة، ولكن أنا بقول لحضرتك احنا في هذه المرحلة تفوقنا على مشروع النهضه من المئتين سنه بجد ليه؟ لان احنا مشروع النهضه اولا جاء من مصر اصيل بدا باخذ يد المواطن الفقير الاشد فقرا رغم ان احنا من المفترض نقول لا ده احنا في ظروف صعبه جدا ومصر بتعني افلاسها ومصر بتحارب فمش هنعمل بقى مباني ايه سكن بديل للمناطق العشوائيه بمجاني لا اه ما تفتحش الدولة, ده؟ الدولة لا, لا الدولة بدأت بالفقير وما سابتش الفقير بس لا اهتمت بفقير محدود الدخل متوسط الدخل عالي الدخل النهارده عندك مشروع سكن بديل مجاني 240 ألف وحدة سكنية عندك 630 ألف وحدة سكنية على مستوى مصر ومستوى جميع المحافظات في وفي أسيوط وفي المنيا مدن جديدة لشباب المنيا وشباب أسيوط وشباب سوهاج وشباب دمياط النهارده الدولة في ظل هذه الظروف بتصرف أكتر من 107 مليار جنيه على الصرف الصحي الصرف الصحي اللي قعدنا 100 سنة 13% فقط أنا بقول بكلمك كمتخصص في هذا المجال في مشروعات الإسكان ومشروعات المرافق في مصر أنا لم أجد دولة في العالم بتعمل أكتر من 65 محطة محطة تنقية وأكتر من ست محطات معالجة ثلاثية ما فيش دولة في العالم تقدر تعمل كده إحنا صغير. في إعجاز وفي وفي مرحلة ولكن صعب. في حاجة بقول لحضراتكم بقول الشعب المصري كله عليها لماذا نسارع في التنمية يعني والثمن صعب على الشعب المصري والثمن صعب على من يقود هذا الموضوع طبع. في بناء مصر صعب على الجميع صعب على القيادة السياسية والحكومة ومجلس النواب وصعب على الشعب المصري تحمل كل هذا ولكن معظم الناس تعلم جيدا مدى التربص لمصر طيب. ووقوع مصر النهارده كل يوم بيقولوا مصر هتقع النهارده كل يوم بنسمع في الاخبار طيب مفيش دوله, إن دولة مصر في العالم مفيش دوله في العالم متصدر متسلط عليها الضوء من قنوات فضائيه من دول اخرى ما بيتكلموش غير عنها مفيش دوله في العالم كده يعني مفيش في العالم دوله كده انا بقول للشعب المصري كله نحن نسارع في بناء مصر من جديد كقوه عظمى ولكن المتربصين تحالفوا لوقوع مصر بسرعة برضو احنا ما عندناش رفاهية الوقت لبناء مصر لسنا لدينا هذه الرفاهية دائما وابدا 1823 39 كانت هدمت مصر بعد ما عرفوا ان مصر طالعه تبقى الناس كانت بتحارب بالسيف من 200 سنه ومصر كانت بتحارب بالمدافع مصر كانت تحتل اوروبا كلها مش ما فيهوش عند قنية بس النهارده حضرتك مصر دولة عظمى تتجه لتكون دولة عظمى ما عندناش رفاهية الوقت احنا لابد من استكمال هذا هز... البناء ونكون كلنا بجد كلنا جنود جنود ربنا لبناء كنانة الله في أرض بالزبط. احنا ما ينفعش أبدا نتفرج ما ينفعش أبدا ان احنا نمشي ورق شاعة سوف نحاسب بالزبط. لأن مصر واحنا اللي هي كنانة الله في أرض احنا اللي هنتضرر مش هم حضرتك يعني احنا هنسارع في بناء مصر اللي فيه تربص على مصر بالزبط. في مؤامرات كبيره جدا حد واقف في الناحيه الثانيه وعايزك ما تعديش شارع لا تتحملها مم. اي دوله المؤامرات النهارده بيفتح عليك جبهه اكتر من 1150 كيلو متر النهارده جابت سينا كلها 60 كيلو متر وفيها دعم من مخابرات ودول مناوئه لينا النهارده بيفتحوا جبهه ثانيه كبيره جدا مش 60 كيلو لا ده 1150 كيلو على المنطقه الغربيه يا جماعه احنا في حرب حرب بناء الدوله وحرب الحفاظ على الحفاظ على كيانها كمان احنا بالزوط. كلنا جنود احنا نؤمن ب... نؤمن ايمان كبير جدا ان مصر طالعه مصر ان شاء الله باذن الله واحنا شايفين ده في الشوارع دولة عظمى. في حياتنا. انا بقول للشعب المصري كله مصر تتجه ما رايته من اول منطقه الصحابه في اسوان الى اسكندريه كل ومرورا بكل قرى او مدن الصعيد ومحافظات الصعيد وواجه بحري مصر يا جماعه تتجه انها تبقى دوله عظمى رغم ان في بيئه في منطقه الشرق الاوسط ومنطقه جنوب البحر المتوسط المناطق الملتهبه الاعلى على العالم. النهارده مصر الحمد لله رب العالمين مجلس النواب بيعمل اكبر قاعده تشريعيه تحملها الكثير بجد تحملها ان احنا يعني انا يمكن قلت لحضرتك اخر اسبوع في مجلس النواب الدوله بتقف النهارده طبعا في نزع ملكيه كبيره جدا لانشاء بنيه تحتيه لانشاء طرق لانشاء النهارده الدوله بتقول لا مش هنسيب المواطن المصري لقانون 10 سنه 90 وتم استبدال هذا القانون وتعديلاته لاعطاء المواطن المصري حقه لان كان الدستور بيقول في حاله نزع الملكيه الخاصه المنفعه العامه يتم التعويض مقدما بصوره عادله واتبنى على هذه القاعده قانون 10 سنه 90 النهارده الدوله بتقول لا ده احنا هندي مش القيمة العادلة هندي القيمة السوقية للمواطن اللي هننتزع أرضه أو عقاره اللي هو لو هيبيعها في ده برضك راجع ليه وراجع لأهله وراجع لأولاده لا ده أنا هديه القيمة السوقية زائد إيه؟ زائد 20% الحق الأدبي مفيش دولة محترمة إلا الدولة المحترمة زيادة يعني لو هو تمنه مليون هتديله مليون و200 يا فندم إحنا دولة عريقة دولة محترمة جدا دولة تراعي هذه الأيام إحنا نراعي المواطن المصري بناخد بايد الفقير وبنينا له في الاول خالص يعني كل هذه المباني سواء الاسمرات 18300 وحده سكنيه وبشار الخير او بشار خير او القوميه كلها المحروسة واحد ومحروسه اثنين ومحروسه ثلاثه وبشاير خير حضرتك والرؤسات في جنوب سينا مش محفوظ في المنيا كل الكلام ده اتبنى واتصرف عليه مليارات ومفيش عائد مادي مفيش عائد مادي العائد هو عائد بناء الانسان إن الولد اللي متربي في عزبه خير او متربي في بطن البقره او متربي في الشهبه او متربي في اي مكان في مصر مناطق عشوائيه النهارده بيتربى في مكان راقي في معل... ده في حمامات سباحه وفي ملاعب وفي تراكات وفي خمس انا يعني اقول لحضرتك حاجه انا رحت الاسمرات لقيت فيها 25000 لاعب في مناطق عزبه خير الله مناطق عزبه خير الله عشان كده الرئيس بعديها تم عمل الصندوق التنموي للرياضه يا احنا شايف هذا الجيل اللي هيبني مصر ده لا ده هذا الجيل هو جنود مصر في عشرين ثلاثين و20 وخمسين هم دول جنود مصر جنود مصر البي... الانسان دول البنيه الجديده الرئيس اهتم ببناء الانسان اولا لان ما فيش دوله في ظل هذه الظروف تبدا بمساكن بديله ومساكن مجانيه وبمئات المليارات بالظبط النهارده بمئات المليارات وبعدين انا بقول شعب مصر كله ده امر واقع ده حدث اما ما, سوف يحدث هي تنميه مستدامه يعني ايه تنميه مستدامه لن يقف ابدا صندوق صندوق ت... الاسكان الاجتماعي عن بناء مشروعاته في جميع اركان مصر لن يقف ابدا لان تنميه الى حل مشكله الاسكان في مصر وندره الاسكان في مصر وتحل ان شاء الله ويعمل عمليه توازن ما بين القطاع الخاص والمطورين العقاريين وما بين الدوله الدوله النهارده 14000 جنيه مش متشطبه وفي مكان راقي وفي مكان محترم جدا طيب عايزين بقى ايه سريعا كده نتكلم عن اخر تطورات ملف المصالحات في مخالفات البناء انا كنت متابع حضرتك طبعا الفتره اللي فاتت دي كنت شايفك يعني ايه شدت حيلك مع مع المحافظين وبالذات محافظ القاهره و وبعديها على طول لقينا رئيس الوزراء طلع قرار بالنسبه للريف ان هو المصالحه على المتر المخالفات في المباني سعر موحد 50 جنيه لكل المناطق الريفيه وبالنسبه لقاهرة تم بالفعل تفعيل وتغيير اسعار طيب انا عايز احرك كذا سؤال اولا في اسئله بتهم الراي العام بيقولوا إيه 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 هل يعني ما زال في بعض المناطق محتاجه تخفيض في التس في السعر هل هل ده في منه امل ولا ولا احنا كده خلاص احنا اتكلمنا حضرتك يمكن يمكن بعد البرنامج على طول بيومين بالظبط تاني يوم كنا طبعا مع بعض بالتليفون على جميع الطلبات ليه حضرتك؟ انا عضو مجلس نواب لسان حال الشعب المصري دائما وابدا عندما والله العظيم اي طلب تقدمت به لاي وزير انا أو تاني أي يوم حاجة انا تاني يوم ما كنت بكلمك في البرنامج النهارده الحمد لله رب العالمين كنت بكلمك وانت كنت عند محافظ القاهره يتم التجاوب بسرعه ليه؟ اولا احنا يعني احنا يعني لسان حال الشعب المصري كل ال... اي شكوى بتجيلي انا بحولها للوزير الوزير بتجاوب الحمد لله في تجاوب كبير جدا في مرونه غير اللي احنا شفناها زمان انت كمان مرآه للشارع انا اقول لحضرتك حاجه بسيطه قوي احنا مثلا حي اسمه حي دار السلام ده اكبر احياء مصر كسبتاً للسكان في 4 مليون و600 الف مخالف في منطقتين منطقه خطوره دهمه دي حواف جبل عندنا وفي منطقه تانية اسمها منطقه غير مخططه زي جزيره دار السلام والملا والحاجات دي النهارده احنا كنا زمان حضرتك من 40 سنه كنا بنسفلت شارع ولا اتنين والله احنا مسفلتين 194 شارع لغايه النهارده ومستمرين مفيش فيش طلب تقدم بيه مواطن او تظلم من خلالي الا ما توافق عليه. النهارده بنعمل اكبر في هذه المناطق المزدحمه بنعمل دفع نفقي، نفق للصرف الصحي كان المفروض يتنفذ من 26 سنه، الدوله مهتميه بالفقير، انا بقول للشعب المصري كله إزاي احنا قدرنا سيبنا 26 سنه ما يتعملش دفع نفقي مثلا في شارع الجسر البراني في فارس السلام والنهارده احنا نفذناه وخلص، م. النهارده حضرتك سكن البديل حضرتك في عزبه قرار في نفس المكان في ارض الخياله، النهارده عملنا 42 عماره. ده حاجات واقعية واتعملت موجودة 42 عمارة فيهم 2530 وحدة سكنية يتم تطوير أزمة قرار للمناطق الخطورة دي الدهمة تطوير شامل كل الشوارع الرئاسية ملاعب منطقة سياحية انت على انت كمان المستوى. بتطور معنويات المواطن يا فندم النهارده المواطن اللي هيدخل يسكن في مكان ادمي انا ما كنتش انا انا يسكف يسكف كنت في أحي. مكان أدامي كده وعنده خدمات ومرافق اكيد تعامله مع البلد هيبقى مختلف ده في خطه تانية في حاله طبعا انتزاع الملكيه وهدها واستبدالها الدوله بهذه الاراضي احنا الاراضي بتاعت مثلا عزبه خراله دي سوف يتم ان شاء الله انشاء ملاعب فيها وخدمات مراكز خدمات ودي خطه خطتنا في 24 6 2018 تم قدمت هذا الطلب تم الموافقه عليه وصار في 230 مليون جنيه ما كانش بيصرف 100 الف جنيه عزبه خراله النهارده الدوله تعتني بالفقير في المناطق الاشد فقرا عندنا 1350 منطقة شوية زي دار السلام وعزبة خر على مستوى الجمهورية الحمد لله رب العالمين انا ما كنتش بحلم ان احنا نسافلت الثلاث اربع شوارع او نسافلت 10 بقى احنا احنا بنسافلت ثلاثة كل سنة سافلتنا 194 شارع شو ده اجاز الله. كبير جدا طبع. ولكن بقول لحضرتك حاجة الدولة وبقولها للشعب المصري كله بدأت من المواطن الفقير والله لأن الحاجات دي ما تبنيش السنة دي لا طبعا الحاجات دي اتبنت آه في ظروف آه اشد في ظروف اشد في وقت الحاجات دي اتعملت من بندب. سنتين 2015 2017. 2016 2017 كان ظروف البلد اصعب من كده احنا النهارده الحمد لله اه طبعا انت تم عديت. تخفيض حتى العجز في الموازنه لعمل 20 مليار دولار يعني في في دوله بتبني وتوفر وتقلل و... العجز الموازنه احنا بنقول حاجات دي بأرقام والارقام دي مسجله بالظبط ف... طيب انت 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 شايف ال... 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 ان في بعض الاسعار لسه محتاجه انها تهدى شويه انا بقول لوزير التنميه محليه تمام وبقول للمحافظين ما يهم المواطن المصري هو قيمة التصالح احنا نادينا قلنا لابد من خصم او تخفيض قيمة الجديد التصالح ل 10% والشعب المصري شعب مسالم كل عاوز في 10% بدل 25 بدل 25 تمام. ده طالبناه في البرنامج عند حضرتك تمام. ابراهيم بيه النهارده بنطالب بتخفيضات لان في الاول وفي الاخر احنا مش بنجازي المواطن المصري على اخفاقات المحليات من 40 50 سنه لا المحلات النهارده بتتحاسب والمواطن بيتحاسب بس بتحاسب احنا نحاسب عليه لان وبقول للمواطن المصري برضك حاجه جميله قوي. احنا جميع الناس اللي صدر عليها احكام صادره سواء بالحبس والغرامه وازاله العله، ازاله المبنى، الناس دي كانت كلها معظمها هربانه محدد. وكان يتحكم فيها كل مستبد. النهارده حضرتك بتروح بتشتري رخصه. هو مافيهوش مخالفه. اسمها شراء رخصه. او مقابل تصالح يعني انا هاخد رخصه رسميه وليست ضمنيه تعمل شهاده اقدر مليئة. احمي بيها اقدر تبقى املاك ماليه النهارده انا داخل مشروع وعاوزين وعندي كم املاك في مناطق عشوائيه ومش قادر ان انا اخش المشروع ده عشان ما عنديش ضمانه ماليه او ملاءه ماليه النهارده تبقى املاء ماليه ليك هفتح ورشتي هشتري عربيه اعملها اوبر اعملها تاكس النهارده اما تروح البنك ما يقول لك انا ما بعترفش بدار السلام ولا عزبه بالنسبه للملكيه بتاعتهم عشان مسجله مش موجوده على آه مناطق عشوائيه النهارده حضرتك جميع الاحكام الصادره دي مش هتتنفي من على حضرتك ابدا وحق حتى لو اتحكم واتحبس المواطن المخالف ودفع الغرامه هتفضل الاشكاليه موجوده الحكم, موجود. الحكم القضائي الصادر بازاله المبنى باقي هيفضل باقي يا فندم احنا عاوزين نقول للشعب المصري كله كده ده باقي احنا بنحميك احنا بندخلك تقنين حتى لو بعد كده لقد لو بعد كده حبينا نعمل طريق في شارع في منطقه شويه ما اتصلحتش النهارده ما بياخدش التعويض بناء على القانون 10 سنه 90 الا المرخص اما بالنسبه للمباني اللي عليها ازاله لا عليها اشكاليه خاصه عليها احكام حكم مم. ما بياخدش تعويض ابدا النهارده انت بتحمي نفسك وبتحمي اسرتك وبتحمي مالك بمقابل بسيط جدا يعني دار السلام هي اقل قيمه عشان هي منطقه شعبيه كبيره جدا بدات من 70 جنيه الحمد حس... لله رب العالمين ال ال الفكره بس ايه يعني احنا محتاجين ان الجزء بتاع المحليات اللي هي المناطق المتخمه للمناطق العمرانيه اللي هي كانت بيتقال عليها عشوائيه وكانت خارج التنظيم ملهاش تخطيط انها تراعى في التسعير يعني النهارده يعني اما تسعر لفيصل والهرم والمنصوريه والمريوتيه اكيد غير ما تسعر في مهندسين يعني يعني اه ممكن يكون رقم مقبول بس ممكن ينزل عن كده عشان هم فعلا بالفعل يعني خلينا نقول هم ليه راحوا هنا في الحقيقه هو راح هنا ليه لان ما كانش في حاجه متوفره غير ده يعني النهارده الراجل اللي عنده حضرتك في عزبه خير الله ده كان بيشتري في عقار مخالف م. ليه ما هو لو معاه فلوس كان راح المعادي صح ايه اللي خلاه يشتري هنا هو ما عندوش م. امكانيات وما فيش متاح غير ده يعني هو ما عندوش بديل ما كانش زي ما حضرتك بتقول ما كانتش الدوله حتى بتطلع عقار للناس متوسطي الدخل او منخفض التكاليف ما كانش فندم احنا جايين نحاسب النهارده المواطن وان انت ما عملتوش من 40 50 سنه 40 50 سنه اي مخططات استراتيجيه او تفصيليه فابتدى يبني عشوائي بدون النهارده حضرتك لو رحت عندنا ما عندناش اي مخطط تفصيلي للازدحام الكبير دوت وان احنا نعمل محاور من ونعمل نحل من مش عارف مش عارفين نحل اي مشكله بسبب عدم وجود مخططات انت بتتحرك كتل خرسانيه كمان بقت موجوده بالفعل ونرجع بردك لحضرتك بنقول مثلا منطقه عندنا المناطق الشعبيه قوي ديت ما ينفعش ابدا يبقى 800 ايه جنيه مثلا زي مصر حلوان الزراعي مصر حلوان الزراعه في شعب خمسة مليون جنيه بس في المعادي دي تابعة لشارع مصر حلوان زي شارع بورسعيد كده في قلب دار السلام تفرض تبقى ب جنيه بس بالظبط يعني مثلا ما ينفعش ابدا ناخد تمويل مع ان خلي بالك كمان من نقطه يعني في نقطه خطيره جدا وحضرتك يعني نائب عن الشعب هو الراجل اللي بنى على الارض الزراعيه ده عمل جريمه اكبر من اللي بنى في منطقه عشوائيه تمام لإن ده بوظك التربة أصلا أنت بتزرع وتاكل وتشرب منها. مش هتنفع تاني. مش هتنفع تاني دي انتهت. أيه. لكن أنا النهارده لو هما بنوا مخالف في منطقة عشوائية وهيقعد تخطيطها وهيشيل كام برج ويعمل لها شوارع نظيفة ومدان ومدخل ومخرج. هو في الآخر بنى على تربة صلبة، ما بوظش ثروة للبلد. لكن برضو يعني سيادة الرئيس أنا متأكد إن هو اللي خلاهم يخفضوا قيمة طبعا. على الريف ب 50 جنيه. ليه؟ لأن برضو هو شافهم بعين الرأفة. انما هو بنى عشان يسكن ابنه ادي الناس معلومه في 65% من المباني المخالفه على مستوى جمهوريه مصر العربيه في على الاراضي الزراعيه هي دي المصيبه اللي يمكن هزت الدوله كلها لان احنا جينا في كورونا ما شحتناش من اي دوله اي مواد غذائيه خالص ولا الحمد قتل. لله كان كرم وبركه كبيره من ربنا ان الحمد لله رب طب احنا لو استمرينا في الزحف على الاراضي الزراعيه مش مباني عشوائيه احنا هنجوع بعد بالزبط. سنه ولا اتنين بالزبط. هتيجي اي جائحه لا قدر الله بعد كده مش هن مفيش دوله, دولة ما فيش دوله في ظل هذه الظروف يا ابراهيم بيه بتديك حاجه بتقفل كل المواني بتتقفل النهارده الحمد لله رب العالمين مصر قدر تعدي وباحترافيه أنا بقول للشعب المصري كله مصر رغم العشوائية في كل حاجة كانت عندنا النهاردة مصر في هذه الفترة ست سنوات مصر محترفة وعندها مخططات استراتيجية وتفصيلية لكل حاجة في مصر ولكن كل ده ليه تمن وتمن بيبقى صعب عند البعض ولكن في النهاية هو نتيجته لصالح الجميع أو لصالح الدولة لصالح الناس حضرتك فيش دوله في العالم فيها تسعة في 39% من كثرة العمرانيه بتاعتها مخالف ابدا وبهذا الشكل ابدا النهارده فساد المحليات أيوة بس هو شفناه لو بقى في لو بقى في يعني رافه في التسعير هي, هي ده الناس هتتفاعل اكتر هي ديت يعني يعني حضرتك ما يهم المصري هو ده بالظبط انتوا لما اشتغلتوا في الملف وخفضتوا الاعداد على الاقبال زادت تمام الحاجه الثانيه وده برضو بيجي لنا كتير جدا استفسارات عليها في البرنامج ان هو بيقول لك مثلا ساكن في عماره وعايز اصلي عن نفسي يعني طب انا يا سيدي مش عايز اخالف صاحب العماره اختفى خلاص؟ طبعا هيبقى في لقط كبير جدا بين الساكن وبين المالك اختفى مات اي حاجه خلاص؟ طيب النهارده الساكن ده زي ما كنا بنتكلم مع قبل ما ندخل الحلقه بتقول لي هو الحائز العين المنتفع هو اللي صالح تمام النهارده العماره دي فيها بس المنتفع شهر. ده ممكن يكون عليه احكام فهو منتفع انا كرجل قانون ومحامي بقى هكلمك في حته لا مش قصدي انا قصدي منتفع اللي هو حائز العين الحازم اه اه لانه مش هو العمل عمل المخالفه اللي عمل المخالفه المقاول اللي بنى طيب الراجل ده عايز يتصالح عن شقته افرض انا راجل في عماره فيها 30 شقه بيجي لنا اسئله كده كتير والباقيين مش عايزين يتصالحوا وانا عايز اروح اتصالح انا هتصالح ازاي يعني لازم دي توجدوا لها حل لا لا في حل إنه دلوقتي ان هو يدخل بملف فرضاني اه بيدخلش بملف فرضاني بس هي المشكله كلها في السلامه الانشائيه المبنى يعني دي ودي لا, لا الانشائيه ودي شويه, شوي. آه دي اجلت شويه فحضرتك ممكن اي حد لان احنا لقينا الناس مش كلهم سواسيه بالنسبه للعماره في ناس ملتزمه وحب وتحب ان هي تصالح واصحاب العماره عاوزين يصالحوا وفي ناس بيتفقوا مع صاحب العماره بعمليه وديه ان انا صاحب ملك وانت صاحب, ناس صاحب اه بالظبط كده هو ده اللي حصل ولكن احنا بنقول ان المستفيد القانون بيقول المستفيد من التصالح اللي هو ايه؟ يعني في الاول الراجل مثلا مواطن حضرتك عندك مثلا حكم قضائي واحكام صادره ضد المواطن دوت سين من الناس بحبس وغرامه مثلا وإزالة المبنى، هو ده المستفيد من التصالح، هيفضل طول عمره هربان. أو المبنى يتزال. في حالة الاتفاق بقى ما بين المالك الجديد اللي هو اللي اشترى الوحدة الجديدة، هو يعلم جيدًا برضه عشان إحنا يعلم جيدًا المبنى مخالف، ولكن لو هو اتفق مع الراجل اللي اشترى منه إن هم يدفعوها مع بعض يبقى خير. صاحب العمارة من المفترض إن هو يروح في حل في الحاله الاولانيه لابد ان هو يروح يتصالح وانا بقول لاصحاب العمائر كلها روحوا تصالحوا مع الناس ولكن هي الشعب المصري هو ما احنا مش هن... ما حدش يكذب على التاني احنا عارفين مبنى مخالف وانا رحت اشتريت من حضرتك المبنى المخالف ده واشتريت الشقه ب 200 300 الف جنيه بعد هو م. على فكره بعد تصالح ودي معلومه العالم كله عارفها او عارفها بعد تصالح الشقه هتزيد اقل حاجه ثلاث اضعاف او ضعفين اه طبعا لان هي مركز مزنوب. قانوني قوي طبعاً. وتقدر ان انت كمان تشتري من خلالها شقه تاني بقرض تاني يعني حاجه وتقدر صاحب العماره كمان يا جماعه او صاحب العقار ده النهارده لو بيبيع شقتين ثلاثه كل شهرين ثلاثه في حاله تسجيل العماره في السجل العقاري والتصالح وان هو يبقى معاه رخصه هيقدر يبيع 20 شقه بتمويل عقاري بسهوله جدا والاسعار اللي هو عاوزها هتوفر على الشقه هتوفر على الشقة الشاب اللي هو رايح يشتري شقه ومعاه 50000 جنيه تقول له تمويل عقاري على 15 سنه مثلا وانت عارف موضوع التمويل العقاري الجديد ان هو حضرتك دلوقتي بقى تلقيمه 5% لمبادره البنك المركزي الحمد لله بس لازم تكون الشقه ليها شروط معينه لحصول الشاب أيه. طيب أيه. احنا عايزين من حضرتك طلبين يعني حضرتك توعدنا ان انت تتابعهم ان هم يسهلوا في المحليات استلام الملفات الفردانيه اللي هي وحدات منفصله جداً. دي حاجه مهمه جدا جدا اه والحاجه الثانيه ان في الكثير والكثير من قاتني اجهزه المدن الجديده تمام التابعه لهيئه المجتمعات العمرانيه دول مشكلتهم تقريبا كلهم في حالتين هي الروف والبدروم يعني هي دي المشكله القائمه الازليه اللي عندهم بس حصل تخفيض بالفعل دولة رئيس حصل الوزراء حصل تخفيض احنا بنقول في تخفيض فيه كانت الحمد لله استجابه كبيره جدا لمطالبنا بتخفيض قيمه التصالح بالنسبه للمدن الجديده بالنسبه طبعا تعرف عارف حضرتك المخالفه في ال 25% من الروف من الروف وبالنسبه لل للبدروم وفي استجابه الحمد لله من الدكتور عاصم الجزار بتخفيض القيم وده كان لسه من 48 ساعه بس اما بالنسبه للمناطق الشعبيه اللي في بعض من المناطق في بعض المناطق في المجتمعات العمرانيه لسه محتاجين انكم تبصوا لهم بالعين شويه يعني النهارده مثلا منطقه زي الشروق القيمه بتاعه المصالحه بتاعتها كبيره مش صغيره بالنسبه لانها الشروق ما هو في الاخر هو الراجل ده راح اشترى في الشروق ليه لان زمان كانت الشروق دي رخيصه هو راح عشان هي رخيصه فاهم قصدي والمخالفه لو في دوبلكس او في, في روف فهي يعني اه مخالفه مش مختلفين لكن يعني ممكن تبقى ايه يعني تبقى اهدى شويه هي اهدى شويه انت بس يعني انت اكيد مقتنع يعني اكيد اللي انا بقوله لك أنا مقتنع انت والله مقتنع بيه يعني أنا مقتنع مش بس انا انا مش مش هقول لك يمين المناطق الشعبيه اكتر ولكن منطقه الشروق هي منطقه مخططه ولها اشتراطات بنائيه بالنسبه لهيئه المجتمعات العمرانيه الجديده دمين. او الجهاز التابع لها الدوله ادت خطط لهم ووسعت لهم الشوارع عملت لهم كل حاجه في حاله المخالفه بالنسبه للروف الزياده عن 25% الدوله اه النهارده بس احنا مش عاوزين نعمل مغالاة في اي مكان سواء آه بقى المدن الجديده او كده عارف احنا ايه اللي احنا, احنا, احنا نادي احنا حضرتك اللي بالنادي بي ليه بجد هو ده مواطن ف... على فكره في مواطن متوسط جدا سكن في هذه المناطق في مشكله تانية احنا كمصريين فلوسنا كلها جوه الشقه آه ايوه يعني حصد. هو المواطن المصري فلوسه جوه الشقه هو ما عندوش آه. حاجه ثانيه دي اكبر استثمار عنده في حياته بيته كويس عشان كده زمان يعني والدك ووالدي يعني الجيل اللي قبلنا كان بيهمه انه يعمل بيت للعيله يعني تلاقي روحك والدك عامل لك شقه في العماره عامل لاخواتك كده لما الامور اختلفت بيروحوا المجتمعات العمرانيه ياخد مساحه اكبر بدل ما يسكن جوه مثلا مصر الجديده او مدينه نصر يروح مثلا يسكن في الشروق يقعد في بيت اكبر ياخد حاجه دوبلكس وكانت ظاهره الدوبلكس دي يعني ناس كتير مم. جدا اشتريتها مم. فيعني يبقى لها برده يعني شكل من اشكالها بالفعل يعني تم استجابه كبيره جدا من وزير عاصم بك جزار وزير الاسكان بتخفيض هذه القيمة لان يعني بالفعل القاهره الجديده مش كلها اغنيه ومش بالزبط. كلها فقراء يعني, يعني كلها متوسطين يعني والشروق بالذات كمان والشروق يعني و... اه ما أنا... انا احنا فاهمين والله كويس جدا عشان كده تم تخفيض وتلبية الطلبات يعني, إيه يعني الت... لا وبالنسبه للمناطق اللي احنا بنناشد برضه كل محافظين احنا شفت كان في تخفيضات كبيره جدا في اسكندريه أو امبارح وفي تخفيضات طبعا الحمد لله في اسكندريه وصلت 40% تقريبا اه الحمد لله رب العالمين وبعدين استجابه هو الهدف كله مش جمع يعني جمع المخالفات هي انت بتشتري رخصه بقول للمواطن انت بتشتري رخصه النهارده ثمن الرخصه بيبقى اغلى على فكره من مقابل التصالح يعني وصل طبعاً. دلوقتي في مناطق اكتر يعني مثلا عندك عماره فيها 600 متر ممكن ترخصها مثلا ب 800000 جنيه النهارده ممكن تدفع اقل من القيمه ديت وتاخد مقابل التصالح ورخصه رسميه برضو تقدر تركب العدادات بتاعتك الكهربائيه الرسميه ما حدش هيجي يغلس عليك بالنسبه ان انت راجل ما عندكش مركز قانوني قوي اه اه فالنهارده الدوله مش يا جماعه ده احنا صارفين في دار السلام 380 مليون جنيه طيب. واحنا هنلم مثلا الدوله هتلم احنا السكن السكن 100 مليار 107 مليار جنيه عايزين سكن بديل عايزين سياده النواب يتقدموا بطلب لمد فتره التصالح والله يعني, يعني انا من الناس يعني يعني اللي بتدفع تخفيفا للدوله وللمواطنين من هذا المنبر المحترم من هذا المنبر المحترم وبالاعداد الكبيره جدا المخالفات في مصر خلال 40 سنه اللي فاتت وخلال خاصة خلال من أول 2000 وكمان 11 كان زادت بالزاد. كان زادت ال, ال 119 ألف مخالفة على مستوى جمهورية مصر العربية وزادت كمان في موضوع كورونا أنا طبعا وإحنا وصلنا كان 2018 2 مليون و 800 مخالفة فيهم 22 مليون وحدة سكنية إحنا عندنا في مصر أكتر من 16 مليون مبنى في مصر أنا بقول لحضرتك بقول وبناشد من هذا المنبر المحترم بمد قانون التصالح سواء بثلاث شهور لغاية نهاية العام أو ست شهور بناء على أن احنا عندنا أعداد كبيرة جدا أنا متأكد أن هي إيه ما تقلش عن 2 مليون مخالف عاوزين يتقدموا لأن في ناس عرفت مزايا الكبيرة جدا أن أنا أخد رخصة أن أنا أخد رخصة في ناس ما كانش عاوزة الصالح وأنا بقول للشعب المصري كله هذا القانون ما فيهوش عقوبات يعني أنت ساكن في مش هتتهد القانون ده كل أنا عاوز كل واحد في مصر يقراه هذا القانون مفيش عقوبات هذا القانون كله ميزات كل الاحكام الصادره بالحبس والغرامات وازاله العقار ده مبنية على قانون 119 مم 2008 مم. مش قانون قانون انا بقول للشعب المصري كله ونداء باعلى صوتي قانون التصالح ليس قانون ازالات وهو لكن هو قانون وقف الازالات في مصر قانون 17 لسنه 2019 او قانون واحد لسنة عشرين يا جماعة ده قانون لوقف الإزالات حضرتك كان الناس حل الإشكالية كت... طب أقول لحضرتك على حاجة يعني من ثلاث شهور بالظبط أو أربع شهور جه هدم أكتر من 19 عمارة في دار السلام مثلا الشباب نزل أصحاب الشقق وبقوا الناس تعيط خدوا اللي أنتم عاوزينه وقننوا لنا وضعنا النهارده الدولة سمعت كلام الناس وقالت إحنا هنقنن وضعكم وهنديكم رخص ومش هندي العماير دي قانون هو بيقول كده اما قانون 119 بيقول ازاله وجوبيه وحبس وغرامه وازاله وجوبيه وحبس وغرامه فحضرتك النهارده قانون تصالح عشان في ناس وديتنا في حته تاني في قنوات هدت مصر او عاوزه تهد مصر قانون التصالح للشعب المصري هو قانون منع الازالات منع الوضع زي قانون 144 تقنين الوضع انت شهادات ميلاد قانون وضع زي قانون تقنين اوضاع اليد على اراضي الدوله زي قانون آه 144 ل 2017 طيب. هذا قانون فرصه كبيره لان انا اشتري رخصه من الدوله واقعد انا واولادي مطمنين ومعانا يعني دي ثروه عقاريه المصريين طيب. تتعدد مئات بآلاف المليارات طيب. في استحاله لهدها الدوله النهارده فتحت باب تعالوا قانون وضعكم تعالوا اقعد على ارض صلبه اقعد على ارض صلبه احنا بننادي انا وحضرتك وبنادي كل المسؤولين في مصر ان يخفضوا قيمه التصالح لان ما يهمش الشعب المصري هو هي قيمه إيه؟ التصالح بالظبط وعشان هو كمان يلتزم يعني يعني الموضوع يبقى ايه يعني مع التخفيض يعني ادام هم خفضوا يعني حضرتك بتقول تقريبا 65% من المخالفين اراضي زراعيه تقريبا تمام وانت خفضت القيمه دي طب ما الباقيين دول برضو يعني يعني هو تم تخفيض القيمه يعني احنا كنت قدمت بتظلم في منطقه البساتين وتم الموافقه عليها في ثلاث ايام بالظبط ونزلنا من 250 لمية وسبعين ده ده اللي اللي ل 170 جنيه الحمد لله رب العالمين للمصريين اللي انت بتمثلهم والله انا طلب ل, 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 لتخفيض قيمه الدوبلكس والروف في المصالحات مع السيد وزير وجدته وجدته لان احنا عايزين كدا نمد كدا الفتره وعايزين نقلل القيمه في ال, في الحاجات التابعه لهيئه المجتمعات العمرانيه الجديده احنا طبعا احنا يعني بنقول لكل المسؤولين المصريين خارجين من كورونا والموضوع يعني بالنسبه لهم هو كويس جدا هو كويس التصالح. حاجه كويسه جدا حاجه كويسه جدا وحاجه بتوقف التهديدات اللي على عن المبنى عندهم وتقف لهم الاحكام وبدل اللي كان بيجي لك يهددك على رايك آه وياخد فلوس ما حدش هياخد منك حاجه بقى حاجة ما حدش حاجه عندك كانوا ما طب الفساد ده هو قانون لمقاومه الفساد لمنع الفساد كده. على فكره فساد المحلات هينتهي بعد هذا القانون لان اصلا في قانون اسمه قانون بناء الموحد الجديد تسير على المواطنين في استخراج الرخص اي منطقه اي حد يقدر يبني من شباك واحد طب احنا عايزين خلال يوم عايزين احنا الشباب بيقولوا لي احنا وقتنا قرب يخلص او خلص تقريبا عايزين نعرف منك حاجة لو لو يعني ممكن تفيد الناس بيها هو احنا كان في قانون بوقف تراخيص المباني لمدة ست شهور. ايوه بالظبط كده. الست شهور دول 26 اه 9 ان شاء الله. اعتقد ان ستة 26 اه 9 ستة سوف تنتهي ولكن انا بنشد المحافظين بقى عشان في امر خطير جدا. تمام. وقف استكمال الاعمال بالنسبه للتراخيص اللي تم بالفعل اصدارها ودي طبعا يا جماعه احنا اه احنا القاره الجديده والتجمع كل ده شغالين كل ده شغالين كويس بالنسبه للعماله يعني اللي جات العماله اللي جت العماله اللي جت من الخليج كلها النهارده القاره الجديده او العالمين او مدينه العاصمه الاداريه الجديده بنش بنشبه بين بناس وناس بتاكل عيش ورجاله مصريين النهارده برضه حضرتك بالنسبه للوقف استكمال اعمال ومراجعه كانوا قالوا لنا ان 15 يوم سوف يتم استرجاع هذه الرخص اللي بيتم استكمالها اللي بالفعل انا احنا ما شفناش الكلام ده خالص انا بناشد المحترم جدا الفاضل وزير التنميه المحليه سياده اللواء محمود شعراوي محمود بيه شعراوي وجميع المحافظين على مستوى الجمهوريه بمراجعه هذه الرخص بسرعه انا عارف الهدف ايه من هذا الوقف هو التاكد من اماكن ايواء السيارات بالنسبه بالضبط. عشان يتكد التكدس المريح وده اللي حاجه محترمه بنديها تعظيم سلام مع الوزير طلع. ولكن انا بقول لهم بسرعه لو سمحتوا رجعوا استرجعوا الرخص خلوا الناس تنزل تشتغل لان بالضبط. احنا نسبه كبيره جدا من المصريين يعملونا طبعا في البناء وفي البناء فانا بقول لحضراتكم استكمال اما بالنسبه لوقف الرخص هو وقفه مع النفس عشان في وقت الجائحه كان في مباني كتيرة عشوائيه واتبنت بطريقه طبعا فيها كان فيها يعني استشر الفساد في مناطق كثيره جدا فتم وقف اصدار الرخص لمده ست اشهر لمراجعه المخططات التفصيليه مش الاستراتيجيه بالنسبه لكل مدن مصر ودي الأول مره تحدث في مصر ان كان بيتم وقف التراخيص لثمن مثلا مناطق في القاهره وده كان شيء متبع عادي أوه. لمراجعه مثلا مشروعات الصرف مناطق الصحي مناطق بالظبط ومدى استحمالها عشان استعداد او لو في حاجة جديدة بالنسبة لاشتراطات البناء بالنسبة ل 19 متر ونص والأكثر ارتفاع 36 متر فبنقول أنا بقول لكل مسؤول في مصر لابد من مراجعة سريعة لجميع الرخص التي تم وقفها وإصدار رخص في مناطق الغير كثافة اللي ما فيهاش كثافة سكانية عالية وده المستهدف من وقف التراخيص. يعني احنا يعني يعني نقدر نقول إن شاء الله إن شاء الله على على فتره انتهاء الايقاف هيتم تفعيل ان شاء الله بنتوقع كده وده بردك يعني ده نداء دا لكل العمال في مصر أنهم عاوزين ناس عمال كثيره جدا بالفعل واقف حالهم بسبب وقف استكمال الاعمال بالنسبه للرخص التي سوف يتم استرجاع النهارده ما فيش استرجاع او مراجعه هذه الرخص بنقول لكل الاحياء في مصر ونقول لكل المسؤولين والمحافظين في على مستوى جمهوريه مصر العربيه ومعالي الوزير محمود بشعراوي لابد من اصدار قرار بسرعه بمراجعه هذه الرخص التي تم سحبها من الناس واستكمال بقى بناء هذه العقارات ان شاء طيب. الله طيب احنا في النهايه كنا المره اللي فاتت ختمنا حلقتنا بان هم يقسطوا قيم التصالح مع البنوك تمام طيب. دي تجربه سابقه يا فندم دي تجربه الحلقة. ناجحه جدا كانت بالنسبه لتقنين اوضاع اليد على رد الدوله بالنسبه كان شقه تعبان كان الحكومه كان في مبادره البنك المركزي وبنك مصر ان هي قالت الراجل اللي عليه مليون هنخصم له 25% ده. من القيمه وهنقسط له وهنقسط له بفائده 5% فقط. طيب اخباره بقى ده ايه في ملف المصالحات؟ والله احنا انا انا كان أكتر من مره كنت بطالب بسرعه البت في هذا المقترح لان هو هيرفع المعاناه عن المتعسرين في دفع سواء دفع قيمه التصالح تمام. او مقابل الرخصه زي ما انا بقول. خلاص احنا في 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 لقائنا القادم ان شاء الله ربنا يديك الصحه والتوفيق ربنا يعني ربنا يحفظك نقول بشرى عن تقسيط المصالحات مع البنوك تمام و وعن تخفيض قيم هيئه مجتمعات العمرانية الجديده للرخصه والدبلوكس نتمنى يعني وحاجه تانية يعني ارجوكم لكل المسؤولين في مصر لابد من تخفيض قيمه الجديه التصالح لتصل الى عشره في المائة مراعاه القيمه البدائية آه, آه, اه طيب يا مسهل خلاص يبقى احنا معانا الثلاث حاجات دول ان شاء الله ن ان شاء الله نيجي الحلقه الجايه والحلقة يعني الحلقه اللي منبشر. فاتت ما كانتش الاراضي الزراعيه بخمسين جنيه آه الحمد لله والله في استجابه كبيره ف... ف... جدا فالحمد لله والقاهره في حاجات قلت لما حضرتك رحت قابلت سياده المحافظ آه في حاجات قلت الحمد, لله, لله يعني الحمد لله يعني, يعني عن اهل البساتين كلهم والله الحمد لله رب العالمين النهارده ما كانش مصدقين ولكن احنا رحنا متاخرين شويه ولكن كان في استجابه سريعه خلال ثلاث ايام كان في استجابه من اللي هو خالد بيه عبد العال محافظ القاهره مراعاه للبعد الاجتماعي والحاله الاقتصاديه اللي بتمر بيها الناس بالظبط يا مسهل يا رب احنا طبعا بنتقدم لك بخالص الشكر والتقدير وعايزين نشوفك تاني ان شاء الله, الله ونقول للناس حاجات جديده ان شاء الله ويعني بنشكرك على وقتك وبنشكرك على مجهودك لان انا لمست بنفسي مش محدش قال الحمد, الحمد مش لله مش مجامله والله. والله. ولا ولا حاجه ربنا يحفظك انا 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 كنت بكلمك في البرنامج الحلقه اللي فاتت وبالفعل تاني يوم كنت بكلمك في التليفون وانت كنت عند سياده المحافظ وقلت لي انا هخلص الموضوع وان شاء الله هعمل حاجه كويسه لل والله الناس فرحانه الناس طيبين اللي اختروني جدا اللي اختاروني واللي قالوا ان انا امثلهم قدام الدوله والله الناس محترمه جدا والناس يعني محدش عاوز يتحبس محدش عاوز ان هو يبقى في معاناة دائما وابدا القانون ده بدل ما نبقى احنا في معاناة القانون ده يا جماعة قانون وقف الازالات والله ولكن يعني بعض الناس فسروه تفسير تاني لاغراض تانية خالص ده كنا نأمل في هذا المشروع القانون من عشرين 30 انا كنت بشوف العمار قدامي في كل مناطق الشعبيه في مصر بتتهد, بتتهد. وكانت الناس بتعيط وكانت حاجه غريبه جدا ولكن الحمد لله رب العالمين الدوله قالت انا هسمع كلام المواطن ومقترحات دي كانت مقترحات من زمان ما تهدليش العماره خد تقنينها صالحني بالظبط. وصالحني بالظبط. وامنع فساد المحلات ويعني يعني المواطن ما يسألش لوحده المواطن ما يسألش لوحده ابدا. اه هو كل و... كل, كل المنظومه كانت شركاء. بالظبط. يعني, يعني المقاول غلطان وال... 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 والاجهزه اللي كانت المفروض ما تسيبوش يعمل كده. وال... وال... وعدم وجود تخطيط استراتيجي ان انت آه. تقول المناطق دي يطلع لها رخص وتشتغل بشكل كويس ما تبقاش احنا عشوائي احنا التخطيط الاستراتيجي لم يتم بهذا الشكل الا في 2014 في ايام الراي بالظبط مع وجود المخططات التفصيليه النهارده في كل قريه ونجع في الصعيد وفي واجي بحري النهارده حضرتك المخططات التفصيليه الهيئه العامه للتخطيط العمراني في مصر علاء بيه عبد الفتاح يعني راجل محترم جدا مهندس علاء النهارده بيعمل بيعملوا مخططات تفصيليه محترمه جدا ل ألف قريه على في مصر إحنا المسجل الرسمي في مصر كانوا 4300 قريه النهارده القريه بقت قريه جنبها القريه الام اتولد حواليها اكتر من والقرى التانية بقت اكبر كمان من القريه الام النهارده لما توصل من 4300 قريه ل 32000 قريه يا جماعه العشوائيه زادت قوي في مصر بسبب الاهمال احنا بنعالج هذا الامر لان احنا عاوزين دوله كنا بنحلم بيها احنا الدوله نحلم بيها بس مش اكتر من كده انا 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 سعيد والكلام معاك مش عايز يخلص بس للاسف الشباب بيقولوا احنا خلصنا بقى شويه فان شاء الله يبقى لنا لقاء تاني نكمل فيه بقيه الملف وانجازاته بقى. وطبعا شاكرين ليك و... وانت في الاخر بتمثلنا وبتمثل الشعب فانت بتقول لنا انت همزه الوصل بين المواطن وبين الدوله وبين اكيد اكيد اللي انا اللي انا بيحسن. مواطن وعايش في منطقه شعبيه قوي منطقه شعبيه في وسط الناس لازم ان احس اه يعني انا النهارده إيه, المشكله ان انا اكتب فكرتك او اكتب اقتراحك بحاجه واقدمها بالظبط ليس على الانسان الا ما سعى احنا يعني بنسعى والله في استجابه كبيره جدا الحمد لله 90% من الطلبات اللي تقدمت بيها تم الموافقه عليها ان في مرونه كبيره جدا الدوله دوله قويه قوي وبتسمع كل الناس وبتشوف الصالح وما بتسيبش يعني ما سابتش حاجه بالظبط النهارده شغالين في احنا ما كناش نحلم ابدا بهذا التطوير في سواء صرف ساحة تغيير شبكات تغيير فايبر عشان اولاد في الثانويه العامه يبقى بتعليم النهارده كل الفايبر الاسلاك بتاعت الاتصالات النهارده اتغيرت كلها في المناطق الشعبيه او اللي انا شفته عندي قبل ما ركبوا البورات عملوا فايبر قبل ما ركبوا البورات عملوا شبكات كله بالجديد البوصه ونص الميه ديت بقت أربعة ونص تبدا من أربعة ونص وانت طالع جماعه تتلافى بقى الأخطر. في حاجه بقى مهمه جدا يعني الفلوس اللي هتلم دي بتاعه مقابل التصالح او مقابل الرخصه لا تساوي شيء ابدا النهارده بنص القانون 39% من هذه الاموال سوف تذهب لايه للصرف الصحي في المناطق الصحة. الشعبيه بالظبط 39% طب و25% منها للسكن الشباب اللي هو انجح سكن في مصر دلوقتي ف والباقي راح سكن بديل مناطق العشوائيه الخطره تمام احنا احنا وقتنا ده بنص القانون والله معالي الوزير بس طبعا بنص القانون احنا سعداء جدا بلقائك أه بنشكرك طبعا في نهايه حلقتنا دايما وابدا نشوفك على خير ان شاء الله انا سعيد جدا بهذا البرنامج المحترم جداً, جدا 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 اعزائي المشاهدين هنا وصلنا لنهايه حلقتنا معاكم من برنامجكم حوار واستثمار مع الشواربي الى ان نلقاكم السبت القادم التاسعه مساء اترككم في رعايه الله